السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا هنصح ان شاء الله الست اللي جوزها نرجسي. كل يوم الصبح ان شاء الله بعد ما تصلي الفجر بتقول الاذكار. قولي ايه بقى في الاذكار؟ انت بتقولي ايه في الاذكار؟ انت بتقولي اعوذ بالكلمات اللاتي تمت من شر ما خلق. يعني ايه الجمله دي؟ الجمله دي معناها ان ربنا سبحانه وتعالى خالق الاشياء ليها فايده وليها ضرر. يعني عارفه انت زي ملك وكتابه العملة كده ليها وجهين، أو نفس الحكاية كده، كل شيء في الحياة وكل شخص في الحياة له شر وله خير، له وجهين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وقال لنا لما نيجي نشتري حاجة جديدة ندعي الدعاء ده: اللهم نسألك من خيرها وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شرها وشر ما صنع له. يعني هي ليها خير وليها شر. عشان كده احنا كل يوم الصبح وكل يوم بعد العصر بنقول الأذكار دي. طب ده ايه علاقته بالزوج النرجسي؟ انت طبعا هتقوليها 3 مرات عادي جدا بنية واستحضار نية ان كأنك بتقولي احتمي والتجئ بالله عن كل شر في الاشياء اللي حواليا وفي الناس اللي حواليا. وهنقولها تاني بقى مخصوص يعني كده لمين؟ للزوج النرجسي. هتقولي كده: اعوذ بكلمات الله التامات من شر الشخص ده، من شر الزوج ده. خلاص هتقوليها 3 مرات، وهنضيف عليها دعاء الغلام اللي كان بسبب الدعاء ده ربنا نجاه من الملك الظالم: اللهم اكفني شر هذا الرجل او شر الزوج، يعني قولي اسمه بما شئت وكيف شئت، اللهم نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. الكلام ده هيحصل ايه؟ هيحصل يعني شره مش هيجيلك، هو مش هيبطل شر، لا، بس هو الشر مش هيوصلك، مش هيأذيكي. اذا لاحظتي بقى انه مش بيأذيك انت بس، ده بيأذي الناس اللي حواليك مثلا اولادك او حاجه، قولي نفس الحكايه بس بصيغه تانية: اللهم اكفني انا واولادي شر الراجل ده. الله، طب هو ليه يعني احدد؟ هو مش ربنا يعني يعلم ما في الصدور، وربنا اكيد طيب وما بيحبش الشر ويعني طب ما هو اساسا ليه اساسا ربنا يعمل كل ده والكلام ده بقى؟ بصي اللي عارفه الشيطان بيقولولك. انا هصحح لك المفاهيم عشان بس لو انت فاهمه الموضوع ازاي. انت فاهمه ان الموضوع بقى ان ربنا سبحانه وتعالى بقى يعني ايه، وهديكي مثال يعني كانه ابوكي بقى اللي داخل بقى في الشارع لقى واحد بيضربك من غير ما انت تتكلمي ولا تقولي الحقني يا بابا، خش على طول يلحقك وينقذك بقى من اللي انت فيه ده. ده بابا بقى كده اللي بيحبنا الطيب وكده. لا، ده مش هيحصل مع ربنا. هيحصل امتى؟ في حاله واحده بس، لو انت من اوليائه. شفتي ابوكي؟ لو هو ابوكي هيدافع عنك، فلو انت من الاولياء هيدافع عنك وهيحميكي. ومن عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، الذين امنوا وكانوا يتقون، هم دول اللي ليهم المكانه دي. اما يعني اذا كنت بقى يعني زي حالاتي كده، يعني ست كده يعني بتحب ربنا وخلاص، بتحب تطيع ربنا وخلاص، مؤمنه بالله وخلاص، بتقصبت يعني من الذين ايه يعني يحسنون ويسيئون، يعني عندنا شويه مشاكل كده، فمش هناخد النوع ده من الرعايه. امال هناخد ايه بقى؟ هناخد بقى امن يجيب المضطر اذا دعاه. هناخد دي احنا، هناخد بقى الحقني يا رب، استغيث بك يا رب، الحقني يا رب. هناخد بقى التوسل بالاعمال الصالحه: يا رب ان كنت عملت كذا في حياتي وانت تقبلت مني العمل ده فاعمله لي. هناخد بقى قدموا بين يدي نجواكم صدقه، يعني في بذل وفي مجهود هتبذليه عشان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب. فمحتاجه انك انت كمان تقول ربنا انت عايزه ايه بالظبط؟ يعني مش هيعمل لي كل حاجه كده، ما هو شايف، هو عارف. لا لا، هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء، صحيح سميع بكل الناس، يعلم ما في الصدور كمان، لكنه يعني هو اللي علمنا كده. علمنا مثلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا مثلا ان ترزقون بنواياكم. يعني ايه؟ يعني على حسب نيتك انت هترزقي. والرزق ده مش فلوس بس، الرزق ده النصره، الرزق ده انك انت تدعي، الرزق ده بالدعاء بالاستجابة، ده رزق وده رزق طبعا. فعلى حسب نيتك هترزقي. يعني ايه على حسب نيتك؟ يعني مثلا انا نيتي نفسي بس، هتاخدي عادي نفسك. نيتي انا وعيالي، هتاخدي عادي عيالك، انت وعيالك. يعني مش هتاخدي كده بالحب يعني، لا، هتاخدي حسب انت عايزه ايه. هديكي مثال، احنا مثلا انا ساكنه في منطقه وعايزه اروح منطقه تانية، فمش عارفه المنطقه التانية دي اروحها ازاي، فبكتب كده على الجي بي اس، اكتب اقول له مثلا مدينة نصر مثلا عايزة اروح مدينة نصر، هيقول لي ايه؟
فين في مدينة نصر؟ مش هيوديني وخلاص، لا هيقول لي في مدينة نصر، عايز تروح فين في مدينة نصر؟ اقول مثلا عايز اروح المول الفلاني. لو رحت المول الفلاني هيوديني مول تاني ولا هيروح يوديني المول ده؟ هيوديني المول ده، مش هيوديني مول تاني يعني كده. ما هو اكيد بقى فاهم ان انا نازله اشتري يعني، فاكيد هيديني بقى اوبشنز، هديني بقى هيقول لي روحي تروحي الحته دي ولا الحته دي وفي كذا لا هو هيوديك الحته اللي انت كتبتيها. ولله المثل الاعلى، هو ربنا سبحانه وتعالى حاطط في الكون قوانين. ايه القوانين دي؟ في قوانين طبيعيه علماء الفيزياء اكتشفوها، علماء الفلك اكتشفوها، ان في قوانين في الكون. هو ربنا حاطط ارقام معينه بطريقه معينه في حاجات معينه عشان تعمل حاجه معينه. وعلماء الدين علمونا ان في قوانين بيسموها السنن الكونيه، لا تتبدل ولا تتغير. السكينه بتقطع، اللي بيذاكر بينجح، اللي بيزرع بيطرح، يعني حاجات كده معينه. هتجيبي بذره تحطيها في الارض تديها ميه هتطرح، لو حطيتيها في ارض معينه مع شروط معينه طبعا، يعني لو حطيتيها في البيئه المناسبه لنمو يحصل. فحاجات كده، بما ان اذا حاجات رياضيه، معادلات رياضيه، من ضمن المعادلات دي نيتك. فاللي انت بتنويه بيحصل، اللي انت بيدور في دماغك هو ده اللي انت بتشوفيه. فبالتالي وانت بتقولي اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، انت في دماغك وانت بتقوليها في دماغك بقى كلامه الجارح، ولا انه ما بيديكش فلوس، ولا انه بيعمل معاكي بالظبط ايه اللي بيزيكي منه؟ فهمتي؟ يعني حطي لربنا، مش هقولك ترسمي ربنا الطريق اللي يعمل ايه معاه، ما دي نقطة تانية هنتكلم فيها. يعني ما تقولش ربنا مثلا موته، طب احبسه، لا مش هنعمل كده. لو عملت كده غلط. ليه؟ لان الدعاء اللي انت هتدعي بيه ده برضه ليه عواقب برضه. يعني شوف سيدنا عمر بيقول ايه، بيقول انا لا احمل هم الاستجابة ولكن احمل هم الدعاء. يعني ايه احمل هم الدعاء؟ يعني هادعي اقول ايه ليه يعني؟ طب ما ادعي وخلاص يعني بالحب كده، لا اصل انت كل اللي انت هتقوليه هتتحاسبي عليه برضه، ليه وشين يعني. يعني انت لو دعيتي بالفلوس بس كده من غير ما تقولي اي حاجة تانية، هتجيلك بقى هتاخدي الفلوس ومعاها الوجه الاخر للفلوس. دعيتي ان جوزك يموت، هتاخدي هيموت، ممكن يموت، وتاخدي الوجه المؤلم الاخر لموته. لا انت اخترتي، فانت اخترتي بقى، يلا تحملي بقى عواقب اختيارك. حتى ولو كان اختيار كويس، هيبقى في حاجة اسمها عواقب الاختيار. طيب يعني ايه الحل من القصه دي؟ الحل ان انت ما ترسميش لربنا الطريق ولا تقولي له يعمل ايه. امال ايه؟ اعرضي على ربنا القضيه، زي ما احنا كده ولله المثل بنعرض على القاضي القضيه ونسيبه هو بقى اللي يشوف هيعمل ايه. يا ترى هيحبس المتهم ولا هيحكم عليه بالاعدام ولا هيصالحنا على بعض؟ هو نفس الحكايه، انت بتقولي يا رب الراجل ده بيأذيني وبيعمل واحد اتنين تلاته وانا تعبت ومش قادر استحمل، اعمل ايه؟ طيب كيف يرد علينا بقى ربنا؟ يعني انا اتكلمت اهو، انا اتكلمت وقلت كده، هيرد عليا ازاي؟ هيرد عليا بطريقه ما ملكيش دعوه. يعني ايه؟ يعني مفيش طريقه محدده؟ لا ملكيش دعوه الطريقه المحدده دي، مفيش طريقه محدده. ممكن مثلا يجيلك الهام نفذي، ممكن تجيلك فكره اعمليها، ممكن يجيلك حلم، ممكن يجيلك إشارة، ممكن يتصلح لوحده، ممكن أنت تتغيري. فهمتي؟ يعني هو هيحصل حاجة أثر للدعاء ده، لكن أنت مستنية حاجة محددة، فعشان كده أنت بتقولي الدعاء مستجابش. مستنية طريقة معينة تفهمي بيها، لا أنت عايزين يبقى عندنا ثقة في الله أن أنت لما قلتي أعوذ خلاص فهو يعيذك. خلينا عندنا ثقة في الله، بأن أنا لما بقول له الحقني هيلحقك. الكيفية إزاي؟ الله أعلم. امتى؟ الله اعلم. الحته دي مهمه قوي، يعني مش لازم يلحقني دلوقتي، لا مش لازم يلحقني دلوقتي. طب ليه ما يلحقنيش في ساعتها؟ ممكن يلحق في ساعتها الحكمه، ممكن ياجل انه يلحقك وينقذك بعدين، لان في حاجه مهمه انت محتاجه تفهميها، في عيب فيكي محتاج يتظبط، والعيوب اللي فينا يا جماعه مش بتتظبط الا بعد الم. يعني ايه؟ يعني احنا مش هنصلح حالنا ابدا غير لما نتوجع. الامام الشافعي بيسئل فقالوا له يعني ايمكن للمرأة ام يبتلى؟ يعني ايه الاحسن للانسان؟ يبتلى بقى في الدنيا كده عشان يتكفر سيئاته يعني، ولا يمكن له؟
فقال لهم لن يمكن له حتى يبتلى. فهي برضو نفس الحكاية، أنت مش هتضغني حتى تبتلي، مش هتنجحي حتى تبتلي، مش هتعرفي تنجحي في حياتك ولا تبي أحسن ولا تتطوري ولا تتقدمي ولا تتديني ولا تلتزمي ولا تبقي حد كده كويس إلا لما تبتلي. وبصي على كل أغنى أغنياء العالم كلهم هتلاقيهم كلهم عندهم مشاكل من هم عندهم في الطفولة وتألموا جامد جدا. فما تزعليش يعني من الألم النرجسي اللي هو بيعمله لك، لا ده هو يعني هو درس، زي ما يكون كده هو المدرس بتاعك اللي بيعلمك حاجة بس بقسوة شوية، فالحقي تعلميه عشان تتنقذي منه. فأنا بعلمك أهو، هتقولي الأذكار دي بالطريقة دي بالنية دي وتستني بالأدب ده، وتبقى عندك الثقة في الله في إن هو هيستجيب، وتنتظري بأدب كده زي ما احنا بنستنى كده في الإشارة، ما بنقعدش أف أف أف. وبعدين احنا حتى لما بنقف في الإشارة ما بنقعد نقول أف أف أف، بتتفتح ما بتتفتحش. فالأفأفة كتير غلط يا جماعة، الأفأفة كتير من أف زهقت، ده إيه ده، إيه المشاكل دي، إيه الصعوبات دي، إيه الزحمة دي، إيه الحر ده، يا جماعة بيجلب النكد، والله ما هنزداد إلا قرفا. طول ما إحنا بنتأفف من كل صغيرة وكبيرة صدقيني أنت رايحة في سكة ضلمة. فإيه الحل من المحنة اللي أنت فيها مع النرجسي دي؟ هي تقبلها بصدر رحب عادي، ودي الدنيا ودي طبيعة الحياة، يعني ده مش بخت الميل، لا ده مش بختك الميل، دي أقدار وكلها. سواء لو ما كانتش جالك النرجس ده كان هيجيلك عاهة مستديمة تعيشي بيها. يعني ما تفتكريش ان انت يعني لولاش الجواز دي انت كان زمانك اتجوزتي ابن عمك الجميل اللطيف الأمور، دي سعد بنت خالتي اللي مش عارفة ايه الفظيعة اللي معيشة. فانا والله ابدا، هتلاقي عندهم عيال معوقة، هتلاقي عندهم مشاكل تانية، هتلاقي برضو هي مش سعيدة ومش مبسوطة، هي اللي معكنين عليه. فاهمة؟ زي يعني ما كناش نعكنن على حد، احنا اللي هنعكنن او هيجينا حاجة تانية تتعكنن. يعني احنا الاصل ان احنا كائنات نازلة يتغلط عليها في الارض. ليه بيحصل لنا كل ده يا جماعة؟ والله احنا كائنات مش مخلوقة للارض، لازم نفهم دي، احنا مش كائنات معمولة للارض. ربنا لما خلق سيدنا ادم نزل الارض على طول؟ لا، امال قال له ايه؟ قال له عيش في الجنة. انا خلقك تستمتع في الجنه، وكمان خلقت لك زوجه تستمتع معاها في الجنه، مش خلقك للعذاب. انما لما انت عملت حاجه غلط استحقيت بيها انك انت مش تتعذب، لا تتعلم. واضح ان العلم النظري اللي انا اديته لك فوق ما كانش يكفي، يعني ايه يعني لازم برضو الناحيه العمليه. فبرضو احنا عندنا القران هو الناحيه النظريه، واللي بيحصل لك مع النرجسي ده هو الناحية العملية. يا ترى هتقدر تثبتي؟ يا ترى هتتمسكي بدينك برغم كل الألم اللي بيعملوه لك؟ يا ترى هتعرفي تحل مشاكلك؟ يا ترى هتعرفي تستعيني بالله؟ يا ترى يا ترى يا ترى. عشان كده أنا جاية بقولك أن أذكار الصباح والمساء اللي انت بتقوليها وليها بنية الاحتماء، اللهم أني أحتمي وألتجئ بك من أذى، ومن ما بدينيش فلوس يا رب، وبيضرب عيالي وبيقول كلام جارح وبيفقدنا الثقة في نفسي، والكلام ده كله اللي احنا بنقوله لبعضينا كستات مع بعضينا، روحي قولي لله زي ما سيدنا يعقوب لما تألم من فقدان سيدنا يوسف قال ايه؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله. ليه؟ ما بنشكي بس انا وحزننا الى الله، الهم بيزول، من ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، بيقدر ان هو يساعدني. في ناس كتيرة قوي تقولك بدع ما بيحصلش حاجة، ابدا بيحصل، وانت جاحدة، انت جاحدة، جحدتي اللي حصل. بس انت لازم تفهمي ان الدعاء لازم يتكرر. شوف ربنا بيقول ايه؟ كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم. يعني ايه؟ يعني الدعاء ده مش مرة ولا اتنين، استمر عليه على طول، التجئ إلى الله على طول، وهو ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على ده.